عالهم حول هذه الجريمة اللي خلقت أبو تريميت صباح اليوم اللي استيقظوا عليها سكان مدينة أبو تريميت وخاصة سكان قرية زمزم واقع شرق مدينة أبو تريميت. هي قال لهم مدينة أبو تريميت اخترت نعطي شوي من التفاصيل حول هذه الجريمة اللي خلقت اليوم بما أن وكالة أبو تريميت الأنباء كنا أول حد أعطى أخبارها وتفاصيلها. طبعا في قرية زمزم كانت تقطن هذه الأسرة طبعا لوالدها ووالدتهم هذه الشابة اللي قالها متوتة بنت الشيخ السلوم وزوجها دربلة ولا أحمد القيلاشي. وطبعا أسرة عندها 4 أبناء الحمد لله ما فاتوا بلقوا لا شاشرة صغيرين وخلق بينهم خلاف أسري اللي يخلق بين الأسر عادي خلافات تخلق بين الأسر اللي خلافات عادية دائما ولا أكبر من قدها. طبعا الخلاف تطور شورى خصومه وشمل الكلام بيناتهم حسب اللي قالوا جيرانهم اللي سمعوا حس الكلام والعياط بيناتهم ودخل فيه الشيطان والرجل اللي هو في لحظة قضب اعتدع لزوجته وكرده وخناق إلين فارقت الحياة للأسف. هم ياسر من الشائعات عن 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 فم شم دمور ما هي للطريق خلقت والله شن فم خلافات أصلا بسبب خيانة والله بسبب شيء ما هو على الطريق والله شيء ماس من أعراض الناس وذاك شيء غير صحيح ولا هو مطروح قاعد في ذا الوقت ذا هو لأنه فيه مس من أعراض الناس وشخص رجاج الطرف أحد الأطراف القضية فات مشى ولات الخارج وتوفى وراه قاس الله تبارك وتعالى وهو أرحم به وأعلم به وأعلم من إحنا كاملين بذاك الخلاف اللي خارج بيناتهم. معناه عن اشتياس من خلق هون يقول عنه هم خلاف وهم خيان وهم كانت عدد الاتصالات هاي المرحومة اللي هي عنده ما يتواسى أولا الناس ما عنده علم به وثانيا ما هو شد أخباره في ذي الوقت بالذات ما عنده أي قيمة هو ملي ما هو خارج حسب اللي جبرنا من الأخبار عنه لا خلافات الأسرية اللي تخلق دائما ودخل فيها الشيطان توب لا قدر الله ما شاء فعل وخلقت فيها جريمة القتل للأسف اللي بشعة واللي جريمة حقيقة يندالها الجبين ومؤسفة حقيقة. فالمطروح السؤال المطروح الآن واللي يلا نشد أخباره واللي يلا يعود مطروح ونسوله عنه كاملين هو محاسبة ذا الشخص ذا هو اللي ارتكب هذه الجريمة اللي ما عنده أي مبرر هذه الجريمة ما عنده أي مبرر يسوى وشنه لا حتى يا جاب قالت الناس وردت وقال هو وقالت أسرته وقالت الناس المقربة منه وكل حد قال رده ما فهم أي مبرر لقتل أرقاش يسوى وشنه ما فهم أي مبرر لقتل شخص ويزهاق روحه بهاي السهولة دي ما هو معقول ولا يصح ولا ممكن ولا يمكن السكوت عليه. السؤال المطروح الآن عن الشخص يحقق معه ويطبق فيه القانون والشريعة يعدوا خارجين ويطبق فيه القانون ويقبل القضية مسار قضائي وقانوني طبيعي ويعاقب ذا الشخص اللي هو حسب اللي جبرنا من الأخبار عن وطبعا هي من خالته وماتهم أخوات وعنها والدتها قالت عنها ما يرافع الشكوى والدها هم اللي قال عنه ما يرافع الشكوى عليه ويبقى هون مسؤولية الدولة ومسؤولية السلطات عنها تحقق في ذا الموضوع وتعاقب ذا رقاش له هذا رقاش يا الله يعاقب يا الله يطبق فيه القانون اللي كي دائما يخلق ولا تدخل فيها القبيلة ولا الجهة ولا تخلق فيها المحابات ولا تسوى على أساس عائلي والله قبلي والله جهوي فهمتوا هذا هو اللي يلا نعود مطالبين بينا احنا كاملين اياك ما يتكرر نوع من الجرائم هذا اللي يؤيد الناس دائما على الجريمه وعلى نعوذ بالله التساهل بارواح الناس لانه يقتل رقاش بهذه البساطه اللي اياها يا خلينا نقول يموت ولا الصبح والله النهار الاخر ينطلص ويبقى يعود رد اخبار هما طبعا عفوا عنه قالوا عنهم مهلو وداهم لا ما هم لا يكون يعفو عنه يقال الدولة يا الله تقبل 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 مسار القضية مسار قانوني لين يطبق في الشخص ذهو القانون ذهو اللي تواسه وهذا نوع من المسائل دائما يخلق في هم بوتشيرميت في عمان ماضية
قد خرجت شي ما بعيد من القاضي نفس القرار القاضي رجل قتل زوجته في بوادهم تابع البوتيريميت وشخص معروف نحن نعرفه كاملين وقتل زوجته مدفع دار فيها صب فيها عمارة معاشي من الشاشر معاه في الخلوات وجاءت السلطات وحقت في القضية وذبت عن مكاترها ومضى نهارات ومطلص وذاك وذاك ماشي ما عنده أي مشكلة وذيك المرة راح الضحية ذيك العمارة اللي خبطها بها ذاك الرجال وفي نفس لا من نفس مولي ما هي بعيد من المحيط ذه وذي الناس اللي هي من نفس من المجتمع ومن البوتيريميت والقضية ما تخطات البوتيريميت وسوات على أساس جهوي وقبلي وأسري وذاك الشخص ذاك مطلص وراعي ورق كعب وصحاح ولا عنده مشكلة وذيك الشاشرة تيجي مرة راعي ورق عايشين والشاشرة ذيك الساعة كترمهم طبعا هم شاشرة صغيرين يعني هم عاقلين كترها بين أيديهم دا صب فيها عمارة بين أيديهم وكبوا عليها دراف الخلوات وتماشي عنها وأركب الجمال وتماشي عنها وجاب لها قاس فريق بعيد منه مضى محق عنه السواعي واعده ورجع عيط له الوجاء وجبره خمرت جاءت البوتيريميت طبعا ذيك المرة ذيك الساعة فات خمرت ما وقسرت ولا وقدست وعدلها شي من الأحكام اللي تعدل الأموال وهذا للأسف أمر مؤسف ومحزن اللي دائما يخرج البوتيريميت دائما القضايا تسوى على أساس عرقي تسوى على أساس قبري تسوى على أساس جهوي حتى نتعلق منها بالنفس وخارج شي من الأمور قد يسوى على أساس قبري والله جهوي ولا صالحة قد تسكت بعد الناس عنه دقيقة عادي تسوى صرقة تسوى قليعة تسوى اعتداء على شخص تسوى قضيته يقال القتل قتل ما هو أمر بسيط القتل ما هو رواية بسيطة ولا هي رواية يلا تسوى على أساس ولا هي رواية يلا ينشفع فيها ولا تدخل فيها الناس على ذاك الأساس له ولا نعرف بأي طريقة وبأي أخلاق وبأي أسلوب وبأي قلب قد قاع رقاج شافع في رقاج كاتل حد كاتل روح وزاهق روح الإنسان فهمت هذه هي تفاصيل القضية هذه المرأة هي مشات شو ربها الله تبارك وتعالى أرحم بها وأعلم بها بذاك اللي كان خارج بين هي وزوجها هو طبعا ما مصدق في ياسر ذاك اللي يقول عنها هو رقاج كتير حد رقاج وصلت عنده الروح لذي المستوى اللي عاد يكرد رقاج ويخنق وينين يكتره ما مصدق اللي يقول في رقاج قد كل شيء يقول عنه قد كل شيء بومبرو عليه قد كل شيء ركبوا عليه ما مصنت في ذاك اللي هي ما مصنت ذاك الله يقول عنه حد مساعدي قد كل شيء قد يعدل قد يكذب قد يقذف قد كل شيء يقول معناه عن الواحدة فيها الناس حالا والسبب قتل الزوجة والسبب الاعتداء قتل هذه الطريقة هذه المرأة هذه الشابة اللي هي اللي عندها الأصبياء اللي ما فاتوا بالقسم الرشد مبين 5 سنوات وست سنوات وعشر سنوات قتلهم ما عنده أي مبرر يسوى هو شنه معناه عن السلطات يلا تحقق مع الراجل افتح التركوة تفتح الكوة السلطات يا الله تحقق مع الراجل ويا الله تطبق فيه القانون ويا الله الرواية ما تنقبض على أساس جهوي ولا قبري حتى لعات من تخالته لعات من تعمه والله لعات من تبوه ومن تمه يا الله يرقاجه عاقب يا الله يطبق فيه القانون وتمشي القضية مسار طبيعي إلين 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 تحقق فيه العدالة للضحية اللي هيها وتخلي ذيك المسائل الأخرى مسائل نحن البوتيريميت نعرفه وتدخلاتنا في الأمور اللي دائما ندخلوا فيها على أساس ما هو صالح وخاسر ما ندخلوا في النوع من القضايا ده ولا نشفع فيه ولا نعود ما عندنا به أي علاقة وطالبي من فيسبوك ظهر فيسبوك اللي شدوا أخبار القضية عنهم يركزوا عليه لا من الجانب عنهم يعرفوا عن القضية لا يتسوى على أساس قبلي وجهوي وهذا المجرم ذو ذي القاتل ذو لا يفلت من العقوبة بهذا السبب عنه لا تخرج هدنة وتخرج صلح بين الأهالي ودخل فيها القبيلة والجهة والناس الكبارين تسوي يا الله أهل الفيسبوك والمدونين يعادوا معدلين شيء يركزوا على القضية من هذا الجانب اللي هو عدم تطبيق قانون الراجل اللي هو ويخلوا عنه قضية هو كاتل هلاش وهي إيش كانت تعدل وهم ذا الخلاف يخرج بينهم شنو ذا الخلاف ذا هو خلاف أسري وذا الشخص قتل زوجته دون ما عنده أي مبرر ولا عنده أي سبب ياك يقتلها بهذه الطريقة فهمتوا أنا عنكم يا المدونين ويا أهل الفيس ويا أهل المنصات ويا أهل الوكالات وهل الأخبار والناس كامل المهتمة بهذا الموضوع وشدة أخباره يا الله طالبوا بتطبيق العدالة في الراجل اللي هو والخالث هذه المرأة الطفل اللي هي اللي قتل يا الله طالبوا بتطبيق العدالة في الراجل
وتطالبوا به كاملين وتوقفوا معاه هذه القضيه، تخلوا عنكم الجانب الاخر اللي هو كاتله ليش والسبب شنو ولماذا يكتله. ذاك ماتله مطروح ولا تلوم مسؤول عنه، مسؤول عن مارك عن تطبق العداله في الشخص الراجل له، ولا تعود مرده الفايته دي نعرفه كاملين، نعرفه نحن المسلمين، نعرفه المرأة اللي كتلها زوج أخبطها بعمارة في الخلوات وخمرت مقنبرها بدرها في الخلوات بين الشمشاش أولادها ما فاتوا برقوا، اللي نعرفه قضيتها كاملين، واللي ما ناد ما فوت أسبوع محبوس وانطلص عام ماضي تعرف قضيتها أن القضية ما تعود كيف فهمتوا، ولا تمشي القضية بدل المسار ده هو اللي مشيت بهذيك القضية. هذا الراجل متأكد أنه يكساعة مقتل ذاك، مقتل ذيك الزوجة السابقة، مقتل ذاك الراجل اللي زوجته ذيك السابقة عالم بيها وشاف ذاك اللي خلق ذاك الراجل اللي ما مضى أسبوع في الحبس واللي عاد لحقة الروح عنده ذا من تهاون بيها وعدم عدم 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 معرفة اللي في اللي فيها اللي في الروح وفي إزهاقها واللي في حرمتها وتفاق تفاصيل كنت نختار نطالعكم عليها. أنا نطالب منكم تركزوا على جانب عند شخص وطبق فيه العدالة وطالبوا بتطبيق العدالة فيه عن قاتل هذه المرأة ما عنده أي مبرر ولا عنده أي سبب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.